هادي في الكون. Yeah.
هسمع الجيم بتاعي هقسمكم ايه يعني اجزاء كده، واللي هيكسب اللي عندي هدية. اوكي يلا جنب اليمين هنا، هي جنب ده، هي لا بسمع حاجة، هي ادي مش افراحي وأهات. طب مش كشير جنب ده هنا، هي سنة وانتم طيبين. مرحب بكم قناة الأهلي، أنا أحب أقول كل سنة وانتم طيبين لكل المصريين والأخواننا الأقباط بمناسبة أعياد عيد الميلاد، وبقول كل سنة وانتم طيبين لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي احنا فخورين بيه، وكل سنة وانتم طيبين للشعب المصري كله، وكل سنة وانتم طيبين لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة اللي هم مرابطين دلوقتي، تمام، واحنا عايشين في أمان ومخلينا نعمل هذه الاحتفالات. الحمد لله، كل سنة طيبين لكل أعضاء النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي، كل سنة وانتم طيبين. وبسألك ست اللي هو في البدايه عن الحفل، وعارفين طبعا ان متعودين في الشيخ زايد هنا وفي اهل الشيخ زايد بيبقى في حفلات مستمره، كلمنا عن الحفل النهارده وعلى العدد الكبير من اعضاء النادي الاهلي. طبعا احنا مجلس اداره النادي الاهلي كل حاجه طلبناها صدقوا عليها. طبعا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى افراد، لكن انا هتكلم بقى على 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 فرع الشيخ زايد اللي انا قائم باعماله الان. كل حاجه احنا طلبناها لحفلات عيد الميلاد كلها تم تلبيتها. تم رصد مبلغ كبير للحفل اللي احنا عاملينها دي دلوقتي، وفيها مطرب راجل محترم هيأدي حاجة كويسة. أعضاء الشيخ زايد سعداء، وزي ما انت تشوف العدد الكبير ده، دي حاجة من ضمن الحاجات اللي مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة البسيطة دي جدا ابتدى اقرها وتنفذي في حاجات كتير قوي، يعني وافق على نظام التقسيط للعضوات المختلفه بانظمه مختلفه لاعضاء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. عمل ورشه للاطفال في خلال نص العام، وكمان الموضوع، شوف احنا بقالنا سنين من ساعه ما النادي اتفتح لموضوع الباركينج، وفي مدة وجيزة تم التصديق على دخول أعضاء النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي بستيكر إن شاء الله. طبعا الكلام ده واحد، الكلام ده تم إقراره.
بتمنى الأول إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصل مش هقول بقى، لأن أنا ممكن آمالي يكون أمل للرئيس أكبر منها بكتير، يعني هو شايف وبيخطط حاجات استراتيجية أكتر منه، اللي هو ربنا يعني يحقق له اللي بيتمناه، والاستقرار مصر والإرهاب ينتهي من مصر، وإحنا كشعب مصري وراه. أنا بقول تملي إن مؤسسة النادي الأهلي هي المؤسسة اللي هي إيه، القلعة الرائدة في صناعة الفرحة والبهجة في مصر وفي العالم العربي وفي أفريقيا، مش عايز أقول على مستوى العالم، تمام؟ فأنا بقول هذه المؤسسة دي هذا القلعة الحصينة. أنا الدور اللي هي بتقوم بيه بتقوم دور كبير في مصر في إنشاء في 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 الانتصارات والنشأ الجديد، فأنا بتمنى كل الخير للشعب المصري، بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، والقوات المسلحة تاني وللشرطة والمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن الخطيب ومعالي وزير عمرو فاروق وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء النادي الأهلي وكل الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي بنكرر لها كل احترام، وكل جماهير النادي الأهلي يكونوا النادي الأهلي حقق البطولات اللي هو بيتمناها النادي الأهلي، تمام؟ وتبقى سنة سعيدة على جمهور النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي وعلى أعضاء النادي الأهلي إن شاء الله.
طيب نتمنى ان شاء الله عام سعيد على النادي الاهلي بعد تولي الخطيب طبعا، ان شاء الله تكون سنه كويسه ونحقق بطولات اكتر، وعام سعيد على الجميع، كل سنه وانتم طيبين. كمان سريعا الحفله، وشايف الحفلات ان هي بتقام في الاهلي الشيخ زايد، حفلات في راس السنه ده بيمثلوكوا ايه كاعضاء جمعيه عموميه في النادي الاهلي؟ اه طبعا حاجه بتبسطنا وحاجه كويسه وكلنا مبسوطين يعني بالحفله. اتمنى للنادي الاهلي انه يبقى احسن دايما، وهو اكيد هيبقى احسن بعد تولي محمود الخطيب بيبو، لان انا طبعا بحبه جدا. حتى يعني احساسنا بدخول النادي بعد ما توليه احساس مختلف عن الاول، واتمنى له انه يكون قد المسؤوليه والنادي تكمل مراحله، لان احنا حابين انه يبقى احسن نادي، نادي القرن فعلا. واتمنى السلام للأمة الاسلاميه جميعا. كل سنه وانتم طيبين كلكم، للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكابتن الخطيب ومجلس الاداره، وانا بهنيهم على النجاح العظيم ده، وبتمنى ان دايما النادي الاهلي يكون في تقدم وازدهار. لو بسألك على الحفلات اللي بتقام بشكل يمكن دائم في الحفلات المميزة وفي المناسبات السعيدة، ده بينعكس ازاي على أعضاء النادي وانت أحد أعضاء النادي الأهلي؟ طبعا احنا كلنا بنحب النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي، فلما يشاركنا في يعني في أعيادنا الاجتماعية ده بيزود حبنا للنادي الأهلي وثقتنا فيه، وبنحس إن ده نجاح للإدارة ونجاح إن احنا اخترنا يعني الأعضاء مجلس الإدارة الصح، واخترنا رئيس النادي الصح اللي هو بيشاركنا في كل لحظاتنا. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى سنة سعيدة. حاجة جميلة جدا، وهنا طبعا يعتبر زايد يعني تقريبا أول حفلة تتعمل هنا، واحنا جايين مخصوص عشان الحفلة وعشان برضو نشوف الناس ونقضي يعني حاجة مزيكا شوية كده للسنة الجديدة، بتفرق يعني. أنا بتمنى طبعا سنة سعيدة على الجميع، وخصوصا أعضاء النادي الأهلي وكل حبايب النادي الأهلي وكابتن بيبو طبعا يعني بالأخص، طبعا ألف ألف مبروك لي، ويعني هو حمل تقيل بس هو قده أكيد، وبس يعني يتمنى الخير لكل ان شاء الله باذن الله. رايك في الحفلات اللي بتقام هنا في النادي الاهلي في الشيخ زايد كمان بالاخص لو بخص كده، ده بينعكس عليكم ازاي كاعضاء هنا في النادي، وبتستقبل الحفلات دي ازاي؟ لا طبعا احنا يعني فعلا بنيجي مخصوص عشان الحفلات، يعني حاجه جميله جدا وتغيير، ويعني احنا بنيجي هنا النادي كانه بيتنا، فحلو قوي ان يبقى فيه دايما حاجات كده، انشطه ظريفه للاطفال لينا، تبقى الاسره كلها، فهتبقى حاجه جميله. احب اقول كل سنه وانتم طيبين، واعضاء النادي الاهلي كلهم ان شاء الله السنه الجديده تبقى احسن من السنه اللي فاتت، وان شاء الله امنياتهم كلها واحلامهم تتحقق في السنه دي، وان شاء الله تبقى السنه دي سنه حلوه ومستوى النادي يعلى مع الاداره الجديده، وانا شايف ان الحفلات مستواها السنه دي اعلى والتنظيم اعلى،
وان شاء الله تبقى كويسه وبالتوفيق ان شاء الله. حابب اقول لكل الاعضاء كل سنه وانتم طيبين، ويمكن اول مره تحصل حفله لراس السنه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت على حمام السباحه، ويكون فيها دعوه للاعضاء بالشكل دوت. طبعا انا من مكان هنا طبعا بحب اشكر اللواء الفيشاوي لان هو كان صاحب الفكره ديت ان الحفله تتعمل على حمام السباحه، واديك شايف فرحه الاعضاء النهارده بيوم زي كده، القعده على حمام السباحه والاطفال حوالينا بتبقى شكلها ظريف، يعني بيبقى يوم ظريف بنستناه من سنه للسنه يعني. I'm not.